لكن كلنا متفقين ان شاء الله الشكل المفروض يبقى افضل بكتير جدا في الفترة الجاية، بداية من مباراة سيمبا. صحيح احنا خلاص كده كده مركز تاني، ولكن في حاجة اسمها هيبة النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب اي مباراة حتى لو مباراة ودية مطالب انه يكسب ويأدي بشكل حلو، فان شاء الله يعوضوا في مباراة سيمبا بشكل جيد ونتيجة جيدة. والحاجة التانية اللي اهم بقى من سيمبا، انت عندك دوري عام، عندك عايز تلحق المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك وتركب الدوري لو كسبت الماتشات المؤجلة، عايز تخش بقى حسب القرعة ما تجيلك ايا كان. انا مش فارقه معايا كتير قوي، هي بس شكلا عشان هيبه النادي الاهلي ان لازم كنا نطلع اول، لكن عادي احنا في فترات خدنا البطوله واحنا طالعين تاني المجموعه السنه اللي فاتت، فدي مش قضيه قوي، لان خلاص الثمان فرق اللي هيوصلوا خلاص اي مزبوط. حد بقى خلاص دخلنا مزبوط. في موضوع كلها فرق المرحله الاصعب المرحله الاصعب يعني فان شاء الله الاداء يبقى يتغير عن كده. النهارده في حاله عارف من التعب وال مش عايز اقول ايه توهان لا تعب في حاجه غريبه جدا، تحس ان في ممكن الاثنين لان صحيح. في حاجات كتيره بتحصل من لاعيبه المريخ. الراجل بيعدي من 2 و3 و4 ويوصل لغايه الشناوي بسهوله جدا. دي واحده ممكن تكون ذهنيا زي ما علاء بيقول انه تجهيز اللعيبه واحساسها بان المريخ مغلوب 4 على ملعبه واحنا كسبانين 3 وسيمبا كسبانه الماتش الاخير 3، فممكن الموضوع سهل، ممكن ذهنيا ما كنوش تحضروا كويس كلاعيبه، مش ضروري حتى من الجهاز الفني، من اللعيبه نفسها. ده اكبر مفهوم اللعيبه نازله بهذا المفهوم في الملعب، ممكن ده جزء. والحاجه الثانيه في واضح برضو تعب، عشان برضو ما استبعدش دي، ده كان في موجود بعد المواقف. في خمس لعيبه تقريبا لعبوا الماتشات الاخيره بتاعه المنتخب. في ناس مجادين، تحس ان اي كوره فيها اشتراك هم الاسرع هم الاقوى. واحد بيعدي من وسط 2 3 4 بكل بساطه، ما فيش مقاومه معاه 100%. فواضح انه في حاجات ممكن تكون برضو يعني خارجه عن الاراده، لو هو فيه تعب فلازم يريحه كويس جدا. ودي طبعا مهمه المعد البدني ومستر موسيماني في انه ازاي بقى اللعيبه التهيئه ان الناس دي ترجع للاستشفاء الطبيعي، ان يكونوا باقصى قوتهم لما يخشوا على المباريات الحاسمه، لانك انت بتلعب في اكتر من بطوله. فزي ما قلت لك مش بس افريقيا، طبعا افريقيا، ولكن الدوري العام برضو اللي هي البطوله المفضله، انت عايز تركب الدوري. فالحمد لله في الاخر على ان الشكل طلع كده بالهدف بتاع ياسر ابراهيم، لكن الامور لازم تتغير عن كده ان شاء الله يعني الفتره الجايه. وبس قبل ما تروح لعادة انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كلنا قبل الاستوديو قلنا احنا ممكن نتعادل النهارده. مش 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 قبل الماتش كلنا قلنا ماتش صعب وفي ارض وفي عوامل خارجيه، توفيق وعدم توفيق في جميع المباريات اللي خارج ارضك، انما مش بهذا الشكل. مش بهذا الشكل، احنا لم نتوقع كلنا ان احنا نتفرج على الماتش بهذا الشكل، بس ان شاء الله الشكل يتغير النهارده في المرحله الجايه. الريفنج بتاع فرقه وجود فرقه السودان في الملعب المريخ موجود ومشروع، وكل يوم ويروح يجيب اجوان وكل حاجه، وانت تجيب اجوان، بس مش بالشكل ده يعني، مش احنا هو ده بس. لما احنا توقعنا قلنا ماتش ممكن عادي جدا يبقى فيه تعادل، انما مش بالشكل اللي احنا بالمستر موسيماني قبل الماتش عمل اجتماع وقال انا حد رساله بجميع الفرق اللي جايه يعني مش دي الرساله اللي احنا كنا بس هو زي ما قال الكابتن علاء ان جرس انذار كويس انه جالك في الوقت ده، دايما بيجي لنا الانذار واحنا نقدر نلحقه باذن الله رب العالمين ان شاء الله.